بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمر قال أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. عن سعيد بن المسيب عن معمر ابن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. قال الخاطئ، قال أهل اللغة: الخاطئ هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه. وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيها بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس. وأما ما ذكره في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيد، وحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، وهو الصحيح. نقول: أما ما ذكره من أن الاحتكار أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، يعني يجمعه من السوق، وهذا يؤدي إلى قلة المعروض فيؤدي إلى ارتفاع الثمن. هذا هو معنى الاحتكار، فهذا كلام صحيح، بمعنى أنه إذا كان يشتري الطعام في وقت رخصه وتوفره في الأسواق ولا يؤدي ذلك بالتالي إلى ضيقه وقلته وارتفاع أسعاره، فإن ذلك ليس باحتكار، والعبرة بحصول الضرر على المسلمين. وأما في زماننا فيمكن أن يكون الطعام متوفرا في بلد ما كثيرا، ولكن درجة الجمع تختلف لوجود شركات يسمونها عملاقة أو أصحاب رؤوس أموال ذوي قدرة ضخمة على التحكم في الأسعار. فلو جمعوا الشيء القوت أو الطعام أو غيره على الصحيح إذا كان مما يحتاجه عامة الناس أو قطاع عريض من المسلمين، فإذا جمعوه من السوق بالفعل ليغلو سعره، فالعلة التي من أجلها وقع تحريم الاحتكار حاصلة، حتى ولو كان في وقت رخص، لكنه بالنسبة إلى كثرة جمعه من السوق كله وشرائه البضاعة من السوق بأسره بحيث لا يجد المسلمون هذا المطلوب أو هذه البضاعة،
إلا من خلاله فيرتفع سعره، فهذا داخل في علة النهي، والله أعلى وأعلم. وكذلك إذا اشتراه في وقت الغلاء لكي يأكله، هذا مما لا شك أنه ليس باحتكار، أو اشتراه ليبيعه في وقته، يعني إنسان يعلم أن الناس يحتاجون مثلا بضاعة معينة في وقت معين، قوتا معينا يحتاجونه في وقت معين، فهو يشتريه من الآن ليجد ما يبيعه به، وليس له غرض في رفع السعر على المسلمين وتضييق الأمر عليهم، فليس هذا باحتكار، بل يبيعه في وقته، فلا يكون فيه تحريم. أما قصر الاحتكار على الأقوات فقط، على الطعام الذي هو قوت، والزيت ليس كذلك، وفعل معمر رضي الله عنه وسعيد المسيب رحمه الله تعالى، فهذا التخصيص بمذهب الراوي هو فهم من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الخصوص، ولكن هذا لا يلزم والله أعلى وأعلم، فإن الصحيح أن مذهب الراوي لا يخصص عموم الحديث، وقول الصحابي إذا كان مخالفا للعموم والعلة واحدة فالظاهر أنه لا يصلح دليلا للتخصيص، ولكن طريقة كثير من أهل العلم التقييد للمطلق والتخصيص للعام بمذهب الراوي، والجمهور على أن العبرة بما روى لا بما رأى، وإن كان مجتهدا فهو يكون معذورا، ولكن لا يلزمنا أن نأخذ برأيه إذا خالف ما رواه، الله أعلى وأعلم. فالذي يظهر أن احتكار غير الأقوات، رغم أنه خلاف قول الجمهور، أن غير الأقوات إذا كان هناك حاجة شديدة إليها ويتضرر المسلمون أو عدد كبير منهم، والعبرة كما نعلم بكثرة أو وجود من يتضرر بنسبة مؤثرة على المسلمين، فهذا مما يدخل في عموم المنع، لأن كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحتكر إلا خاطئ، أو من احتكر فهو خاطئ، هذا الفعل في سياق الشرط يعم من احتكر أي احتكار، من احتكر احتكارا، لأن الفعل في سياق النفي وفي سياق الشرط يكون مفعوله هو المفعول المطلق الذي يكون بعد ذلك نكر في سياق الشرط أو سياق النفي فيكون عاما، فظاهر الحديث عموم الاحتكار، عموم النهي عن الاحتكار، وأن كل محتكر لسلعة يحتاج إليها المسلمون يجمعها يشتريها حتى تضيق على المسلمين، حتى يقل المعروض منها في السوق، وهذا هو المعتبر. أما إذا اشترى والسلعة متوفرة ولا يدخر إلا لأجل أن يجده في وقته أو نحو ذلك، فهذا ليس باحتكار. نقول مثلا هناك بعض أنواع الأدوية وبعض السلع الصناعية المعاصرة التي يحتاج إليها كثير من الناس، فإذا احتكرها البعض بأن جمعوها من السوق واشتروها في وقت الغلاء لا ليبيعوها في الحال بثمن يومها أو بثمن المثل، بل لتدخر لتقل ليغلو السعر ليكتسبوا بذلك من أموال المسلمين، فهذا كما ذكر هو أن الحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، فما كان من هذا الباب فهو من الاحتكار، والله أعلى وأعلم. فظاهر الحديث العموم، وكما ذكرنا إذا احتاج الناس للزيت بحيث صار من أساسيات طعامهم لا يستطيعون الانتفاع بالطعام والشراب، لا يستطيعون الانتفاع بالطعام إلا به، كما أن الناس اليوم السكر مثلا يعتبر من أساسياتهم ولا يكادون يستغنون عنه، والزيت كذلك، فمثل هذا إذا احتكره إنسان
واشتراه ليدخر ليغلو ثمنه فهو محتكر والله أعلم وأعلم. وأما فعل الصحابي وفعل التابعي فكما ذكرنا هم فهموا من العموم الخصوص ورأوا جواز العمل بخلاف هذا العموم، فكان اجتهادا لا يلزم غيرهم، وإن كان عذرا لهم فالمجتهد بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ له أجر ومغفور له خطأه مع حسن الظن بأهل العلم ومن له المحاسن والفضائل العظيمة كالصحابة رضي الله عنهم وفضلاء التابعين كسعيد المسيب. الحديد مثلا مع أنه ليس من الأقوات لكن احتكاره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المسلمين وضيق وقلة المعروض منه، فترتفع الأسعار التي لابد لهم الآن من لابد لهم من هذه السلعة في وجود مساكنهم. لا يسكن الناس اليوم في بيوت من اللبن ولا يستطيعون ذلك، ولا يمكن أن يبنوا مع كثرة عدد السكان بيوتا من اللبن دورا واحدا دورا واحدا، لابد من عمائر مرتفعة، فارتفعت الأسعار جدا بسبب احتكار الحديد، فهو احتكار. وكما ذكرنا أن العبرة بعموم اللفظ وليس بمذهب الراوي، مع أن الحديد ليس بقوت. يبقى ناس أهل إغراض وفساد ينشروا لأهل الظلم والعدوان على المسلمين الذين في الحقيقة أخذوا أموال المسلمين العامة وليست الخاصة أصلا. يعني مصانع الحديد كانت أموالا عامة للمسلمين مملوكة لهم جميعا، فيقولون لهم الجمهور يقولون الاحتكار في الأقوات، فاحتكروا ما شئتم، فيضيقون على المسلمين بلا شك ضرر عظيم لا يرد الناس فيه مأوى يسكنون فيه ولا مسكنا يأوون إليه، يترتب ذلك أضرار عظيمة على المسلمين وأضرار عامة بلا شك، حتى لا يجد كثير لا تجد كثير من الأسر قدرة على دفع إيجار المساكن من أجل ذلك. فإلى الله المشتكى. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حاوى حدثني أبو الطاهر وحرمرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ولفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد ابن كعب ابن مالك عن أبي قتادة الأنصري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. قال باب النهي عن الحلف في البيع. قال فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويد السلعة، وربما اغتر المشتري باليمين والله أعلم، يعني حتى ولو كان صادقا فلا يحلف أن هذه السلعة بكذا وأنها لا يربح فيها إلا كذا أو لا يربح فيها شيئا أو لا يربح إلا قليلا، حتى ولو كان صادقا فإن كثرة الحلف منهي عنه. ينفق السلعة يجعلها نافقة مقبولة لأن الناس يصدقون باليمين ما يقوله الرجل، ثم إنه يمحق لأن الرجل ما عظم اسم الله سبحانه وتعالى. وعموما كثرة الحلف مما يؤدي إلى تهاون الحالف باسم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعظم الله عز وجل حق تعظيمه حتى يجعل الله بضاعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الله بضاعته بمعنى أنه يبيع بذكر اسم الله ويربح بذكر اسم الله لا لأجل الذكر بل لأجل غرض الدنيا، فهذا يدل على خفة الدين. ولذا كان السلف يضربون أولادهم وتلاميذهم على الحلف والعهد وهم صغار،
وقد قال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الحلف دلالة على ضعف الدين في الجملة، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، يعني يصدق الناس بسبب يمينه ذلك فتنفق السلعة وتروج ثم يمحق لأجل خفة الدين، والبركة من الله عز وجل، وربما باع كثيرا ولم يربح، وربما خسر وذهبت البركة، وربما كان معه المال الكثير ثم لا يكفيه ولا يشعر بالقناعة والغنى، فهذه من محق بركة التجارة بكثرة الحلف. فأما إذا كان الحلف بالكذب أو بما لا يعلم صدقه فهذا محرم بلا شك. وإن كان الحديث ظاهره النهي: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فهذا لأن أغلب من يكثر الحلف يصل إلى أن يحلف على ما لا يعلم أو يحلف كاذبا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذا النهي لأنه غالبا ما يتضمن كذبا أو حلف على ما لا يعلم صدقه. والعهد من جنس الحلف، مثل أن يقول: أعاهدك بالله على كذا، أعطيك عهد الله على كذا، أعاهدك على كذا، يعني يعطي عهدا، وإذا وثقه بالله فكان أغلظ وكان بمنزلة الحلف. قراءة الفاتحة عند الناس بمنزلة تأكيد العهد، وإن كان بدعة لكن عهد لا بد من الوفاء به، لأنهم يجعلون ذلك توثيقا بذكر اسم الله، بذكر كلام الله عز وجل، فلا يجوز نقض مثل هذه العهود. وإنما عند عامة الناس قراءة الفاتحة على ما ذكرنا تبرك بذكر اسم الله وتأكيد على لزوم الوفاء عندهم، وإن كان بدعة كما ذكرنا. المعنى مأمور به، الصفة والهيئة بدعة، لكن الحقيقة وهي لزوم الوفاء بالعهود أمر أمر به الشرع: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر حا، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. قال النووي رحمه الله: باب الشفعة. قال: الشفعة، قال أهل اللغة: من شفعة الشيء إذا ضممته وثنيته، منه شفع الأذان، سميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. والربعة والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه يجلسون. قال: وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم. قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، لأن الشركة فيها نوع ضرر لا بد أن يجتمع على أمر معين، فإذا كان أحدهما يريد أن يبيع نصيبه كان لا بد أن يعلم شريكه ليزيل الضرر من وجود شريك آخر،
خصوصا أنه ربما لا يرتضيه شريكا مثل ما ارتضى الأول، لأن عليه ضرر في نوع الشريك. قال: وخصت بالعقار لأنه أكثر أنواع ضررا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. قال القاضي: وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض، وهي رواية عن عطاء، وتثبت في كل شيء حتى في الثوب، وكذا حكاه عنه ابن المنذر، وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن كل ما كان فيه ضرر الشركة وكان هناك يعني اشتراك بين اثنين في شيء ما ولو كان منقولا، فالحديث إنما ذكر الربعة والحائط على سبيل التمثيل لأنه الأغلب. ومعلوم أنه كما ذكر أن الضرر فيه أكثر، وهو الأغلب فيما يحتاج إليه في الشفعة لرفع ضرر القسمة فيه. فكل ما كان فيه ضرر في الشركة فهو كذلك، والله أعلى وأعلم. يمكن أن يكون هناك حيوان اشترك فيه اثنان ويستعملانه بالمهايئة، يستعملانه بالتناوب، هذا يستعمله مدة وهذا يستعمله مدة، ولا شك أن هذا فيه نوع من الضرر في وجود شريك آخر غير ملائم. فالقول بعموم وثبوت الشفعة أقرب إلى الدليل والله أعلم، لأن مفهوم ربع أو حائط هو مفهوم ضعيف لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ها؟ لا، الإجماع هو ذكر أن هناك من يخالف، فقال شذ بعض الناس، وذكر من شذ منهم الإمام أحمد رحمه الله في رواية وقول عطاء. فهناك طائفة كبيرة، الإجماع الذي ينقله البعض متساهلا فيه مع ثبوت المخالف ليس إجماعا، إنما ننكر في مسألة الإجماع. من يقول من ادعى الإجماع فقد كذب على مسألة لا يعرف فيها نقلا مخالفا، أعني من يستعمل كلام العلماء في إنكار بعض أنواع الإجماعات المنقولة، يستعملها في إجماعات لا يعرف فيها مخالف فعلا وهو لم يأتي بمن يخالف. هنا روايات ثابتة عن طوائف من أهل العلم من العلماء المعتبرين، ليسوا ممن عرف بالشذوذ ولا بمخالفة الأصول والقواعد، يقولون بهذا الأمر ويرون مشروعية الشفعة وثبوت الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل شركة. وأن ذكر الأرض والربع والحائط إنما هو كما ذكرنا على سبيل ذكر الغالب. قال: وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار وليس بالجواز؟ بالجوار فيه خلاف. في الحقيقة أن الشيء المنقول الذي لا يصح قسمه أو الذي لا يحتمل القسمة، الجوار أقل منه في الضرر، ومع ذلك قد ثبت به الحديث. يقول في الشفعة بالجوار فيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء، لا تثبت بالجوار. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزناد. عندكم الزياد مش كده؟ هي الزناد، بعض النسخ الزياد غلط. وأبي الزناد وربيعة ومالك والأوزاعي والمغيرة ابن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو حنيفة والثوري تثبت بالجوار. مسائل نادرة أن يكون الحنفية أسعد بالحديث من الجمهور، هذه مسألة منها، لأن الحديث ثابت صحيح: الجار أحق بسقبه. حديث صحيح يدل على أن الجار أحق، فهذه الأحقية طالما كان الطريق واحدا.
يمكن أن يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، فهذا إذا تنوعت طرق مصرفة يمكن أن يدخل من هنا ويدخل من هنا. أما إذا كان الطريق واحدا كسلم العمارة مثلا فإنها رغم القسمة إلا أنها كل واحد أخذ طابق معين أو شقة معينة، إلا أن طريقه واحدا. ثم يبقى في أمر المساكن المشتركة شركة الأرض، وهي لم تقسم بل هي على المشاع، فهذا يدل على ثبوت الشفعة فيها. عموما إذا كان الجار الطريق واحدا ولا مدخل له إلا من هذا فإنه يتضرر بجار سيء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. فإذا كان في أرض وبناء وله جار يريحه فباع دون أن يؤذنه فهذا يقال فيه الجار حق بسقبه طالما أن الطريق واحد. أما إذا صرفت الطرق تنوعت صارت متعددة يمكن أن يدخل من هنا يدخل من هنا فلا شفعة. فأما إذا كان الطريق واحدا فالأظهر ثبوت الشفعة بالجوار. قال واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة بخلاف الحمام الصغير والرحى ونحو ذلك. والله أعلى وأعلم أن مثل هذا الذي لا تصح قسمته هناك ضرر في المهايئة كذلك. المهايئة كما ذكرنا الاستعمال بالتناوب، فهو يريد أن يكون هو صاحب الحق فيه، فالعلة التي ذكروها في حق الشفعة ثابتة في مثل هذا. قال واستدل به أيضا من يقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة، كما ذكرنا ليس بظاهر في كل شركة لم تقسم، هذا فيما لا يدل على أن ما لا يحتمل القسمة لا يصح فيه الشركة، لا تثبت فيه الشفعة، بل كل شركة فيها ضرر مقتضى القياس الصحيح أنه يدخل في هذا العموم، وأن المفهوم ضعيف في تخصيصه لأنه كما ذكرنا خرج مخرج الغارق. الحمام الصغير والراحة، الراحة اللي بيطحنوا بيها صخرة لو اتقسمت تبوظ، زي السيارة مثلا لو فككوها كل واحد قد هذا لا تصلح قسمته، تستعمل بالمهايئة، يستعملوا هذا يوما وهذا يوما، هذا شهر وهذا شهر، هذا سنة وهذا سنة. نعم، إن هو إذا كان يستعملها مدة والآخر مدة فهو قد يضره في فترة استعماله، استعمال هذا يختلف عن استعمال ذاك، ووجود الشركة وثبوت الحق فيه نوع من الضرر فعلا. إن هو إذا أراد أن يبيع يعرض على شريكه، إحنا بنتكلم كده إن اثنين شركاء في راحة، اثنين شركاء في سيارة مثلا مع أنها منقولة ولا يصح قسمتها، وإنما يستعملونها بالمهايئة أو بأنها تؤجر ويقسم تقسم الأجرة بينهما، فإذا أراد أحدهما أن يبيع نصيبه فللآخر حق مقدم على الآخرين بالثمن، يؤذنه يعلمه ويقول له أنا أريد أن أبيع وقد قومت بكذا أو المشتري عرض فيها سعر كذا، ويجب أن يكون صادقا. والتحايل لإسقاط الشفعة محرم، مثل أن يأتي بإنسان يتفق معه على أن يعرض ثمنا غاليا جدا، ثمنا مرتفعا من أجل أن يعجز الطرف الآخر عن قبول هذا الثمن، ثم بعد أن يسقط الشفعة ويتملك الرجل العقار يبيعه لآخر بالثمن الحقيقي وليس بالثمن الذي اتفق وتواطأ على إظهاره حتى يسقط حق الشفعة عن الشريك، فهذا لا يجوز. نقول يعرض عليه بالثمن الذي تساويه هذه السلعة الذي عرض فيها بالفعل الذي يريد أن يبيعه بالفعل، إن أراد أن يأخذ بهذا الثمن فليفعل، وإن شاء ترك فيكون البيع عند ذلك صحيحا ويسقط حق الشفعة بتركه له إذا أعلم به. إذا كذلك الذي يريد أن يأخذ
المال يعني يأخذ الشيء المشترك بحق الشفعة بأن يبخس الثمن ظلم وعدوان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالذي كما ذكرنا له أن يعرض، الذي يريد أن يبيع يعرض الثمن الذي جاء به هذا النصف أو هذا الجزء أو هذا النصيب في الشركة، ويقول له تأخذ بهذا الثمن فيقبل أو يترك. ولا بد أن يكون على الصدق والوفاء وليس على الخداع والغش والخيانة وإظهار خلاف ما يبطن أو بخس الناس أشياءهم. فلا يحل لهذا أن يبخس لأجل أنه شريك ليأخذ بالثمن البخس، ولا يحل لهذا أن يأتي بثمن غير حقيقي ليرفع الثمن على الشريك. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان له شريك فهو عام، يتناول المسلم والكافر والذمي. هو الذمي كافر لا شك، ولكن هذا من عطف الخاص على العام حتى لا يظن أن الكافر غير الذمي، وإنما قصد أن كل شريك يمكن أن يشارك أهل الحرب، ويمكن أن يشارك المستأمن، ويمكن أن يشارك من كان من أهل العهد، فلا يلزم أنه أنه كافر، أنه لا تصح شركته، بل عامة أهل العلم كلهم فيما أعلم يجيزون الشركة بين المسلم والكافر فيما يحل. وكونه مباح الدم والمال إذا دخل دار الإسلام بعهد بأمان، أو إذا أدخل ماله بمثل هذا الأمان وجب الوفاء له به. فإذا كان قد تم بالشراء في دار الإسلام أو في دار الكفر فهذا عقد، وقد قال عز وجل يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. معنى كونه واحد دم لا يبيح الغدر، وإنما يبيح أن يؤخذ ماله غنيمة أو فيئا إذا أخذه بغير عقد. أما أن يشتري ويبيع ويشارك فالعقود يجب الوفاء بها. قال: فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي، هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الشعبي والحسن وأحمد رضي الله عنهم: لا شفعة للذمي على المسلم. الظاهر قول الجمهور لعموم الحديث، وفيه ثبوت الشفعة للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلد. وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور. وقال الشعبي: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر، بلا دليل على هذا التخصيص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وفي الرواية الأخرى: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام. ويتأولون الحديث على هذا، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، ويكون الحلال بمعنى المباح وهو مستوي الطرفين، والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين بل هو راجح الترك. كلام ضعيف جدا. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل فهذا محمول على ظاهره وهو التحريم، والتقسيمات الاصطلاحية ويعني المعاني التي تكلم عليها المتأخرون لا تحمل عليها الأحاديث، وإنما الآيات والأحاديث تحمل على ظاهر الاستعمال في الكتاب والسنة. فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية فضلا عن الاصطلاحية. فمسألة أنه مستوي الطرفين وأنه ليس بحلال، المكروه في الحقيقة حلال الأولى تركه، ولذلك لا يصح أن يقال هو حرام. فقوله لا يحل ظاهر جدا في التحريم، لا بد أن يعلمه. اختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة. وقال الحاكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين والله أعلم. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا ترك بعد أن أعلمه فباع فهذا يسقط حقه، والله أعلى وأعلم.
لأن قوله فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، إذن إذا باع وقد آذنه فليس أحق به، وهذا مفهوم ظاهر جدا وتعليق الحكم عليه بين، لأنه قال لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فإذا كان باعه وقد آذنه فليس أحق به، ليس هذا مخرج الغالب بل هو مقتضى الحديث وظاهره، أن هذا مفهوم مؤثر وأن مفهوم صفة. أو مفهوم حال، يعني هو الكلام هنا مش صفة بمعنى الإعراب، لكن معنى أنه يرجع إلى الوصف، يعني لأن كلمة لم يؤذنه يفهم منها أنه إذا آذنه فليس أحق به كما ذكرنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال باب غرز الخشب في جدار الجار. قال القاضي روينا قوله خشبة و خشبه او خشبه بالجمع، يعني خشبه او خشبه او خشبه. قال الطحاوي عن روح بن الفرج سالت ابا زيد والحارث ابن مسكين ويونس ابن عبد الاعلى عنه فقالوا كلهم خشبه بالتنوين على الافراد. وقال عبد الغني بن سعيد كل الناس يقولونه بالجمع الا الطحاوي. وقوله ورمينا بها بين أكتافكم أي بينكم، وفي رواية الموطأ أكنافكم، الكنف الجانب، ومعنى الأول أني أصرح بها بهذه السنة بينكم وأوجئكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. قوله ما لي أراكم عنها معرضين أي عن هذه السنة والخصلة والموعظة أو الكلمات. وجاء في رواية أبي داود فنكسوا رؤوسهم. فقال ما لي أراكم أعرضتم لما نكسوا الرؤوس. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب. فيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الإيجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وبه نقول. قال وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال ما لي أراكم عنها معرضين، وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب للإيجاب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه. أين الإطباق؟ الإطباق في سامعي أبي هريرة سواء كان منهم صحابة أو غيرهم، ووالله لنرمين بها بين أكتاف من أعرض. فمسألة تخصيص أو صرف الأوامر عن ظاهرها لمجرد أن بعض الناس ترك العمل بها قول باطل محدث، وتقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل من سواه واجب، ولا يختلف في ذلك العلماء كأصل، وإن أتت هذه المحكات في كثير من يعني المسائل لإظهار حقيقة المقلدة من كان يتبع السنة ولا يعبأ بمن خلفها. فمسألة أن هناك من أعرض، يكفي أن أبا هريرة في طائفة كبيرة من أهل العلم من بعده يرون هذا الوجوب، طالما لم يضر بالجار ولم يهدم الجدار أو يضعفه، أمر لا يضره يريد أن يغرز خشبة فيه، هذا من حقوق الجوار الواجبة، يغرز خشبة لا يتضرر بها وينتفع بها جار، ولا حرج عليه ولا نقص في بنائه من وضع هذه الخشبة،
فكيف يمنعه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع. النهي ظاهره التحريم والإذن ظاهره، وهذا يلزم منه وجوب الإذن وعدم جواز الإعراض. أما كونهم أطبقوا فكما ذكرنا هم سكتوا، منهم من سكت ومنهم من وافق بدليل وجود طائفة كبيرة من العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وأصحاب الحديث يقولون بهذا الظاهر. فكون بعض الناس قد توقف عن العمل حتى لم ينقل عنه أنه أنكر، فكيف نترك الحديث من أجل بعض الناس؟ تابعين كانوا حتى ولو كانوا صحابة، فإن الصحابة ليسوا بمعصومين وهم مجتهدون، والخلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا إذا كان لا يخالف الحديث الصحيح. فأما أن يقدم كلام الصحابة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا نزاع في أنه ليس بحجة، بل لا يكادون يختلفون في أنه إذا اختلف الصحابة فليس بحجة. فإذا كان هناك خلاف معلوم بين الصحابة فلا يصح أن يحتج بقول عظيم. فكيف وعندنا أبو هريرة راوي الحديث من الصحابة الأجلاء يقول به وينكر على من خلف، أن أتركه لقول بعض التابعين أو بعض من كان جالسا فسكت لا ينسب إليه مذهب؟ قال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. لا مش ما رجحناش عشان أبو هريرة فهم الحديث على ذلك، احنا رجحنا الوجوب لأن هذا ظاهر الأمر، أن الرسول نهى قال لا يمنع، فظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم ليس لأجل أنه مذهب الراوي فقط، احنا العبرة ليست مذهب الراوي لكن ظاهر ما روى لا يمنع، فكيف يقول له أن يمنع؟ اللي بيقول الندب يبقى إيه؟ بيقول له أن يمنعه، فنحن لا نقبل ذلك ولا نرتضي. مش عشان مذهب الصحابي كان موافق، لا، لأن الحديث ظاهره كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل من دونه. فلماذا لم نخصص حديث معمر في الاحتكار بمذهب معمر؟ لأنه كما ذكرنا العبرة بما روى، فهنا خالف الحديث وهنا وافق الحديث. تقول لي ازاي الاثنين لما خليتهمش زي بعض؟ واحد روى حديث وافقه أجعله كالذي روى حديثا وخالفه؟ فقلنا المخالفة دي كانت هو رآها تخصيصا، رأى فهم الخصوص من هذا اللفظ العام، وقول الصحابي ومذهبه ليس بحجة ما لم يكن إجماعا، لم يكن إجماعا ما لا يكون حجة في مخالفة الحديث. أيضا من يقول بحجية قول الصحابي فيما لم يرد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قياس عند الشافعي، عند الشافعي رحمه الله في مسائل فيها قول صحابي والقياس يقدم القياس كثيرا، والحقيقة أن قول الصحابة من أفضل الأقيسة إذا لم يثبت خلافها، وأما إذا لا إذا ثبت الخلاف بينهم فلا يكون قوله بعضهم حجة. ها؟ المنافع الأخرى مثل الخشب التي ليس فيها ضرر فعليه أن يؤديها كذلك، طالما منفعتها كمنفعة الخشب وضررها كضرر الخشب. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. عن
هشام بن عروة عن أبيه أن أروة بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان ابن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فماتت. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الحارث يعني ابن عبد الوارث قال: حدثنا حرب وهو ابن شداد قال: حدثنا يحيى وهو ابن كثير وهو ابن أبي كثير استغفر الله قال: عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة تحدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، أنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرض. قال: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. قال أهل اللغة: الأرضون والأراضون بفتح الراء، الأراضون من سبع أراضين، وفيها لغة بإسكانها كما قرأناها. قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات، وهو موافق لقول الله تعالى: سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أما تأويل الممثلة على الهيئة والشكل فخلاف الظاهر، بمعنى أن الأرضين دي سبعة تحتها بعضها تحت بعض، والظاهر أن أرضنا هي العليا. العليا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لأمر يعلمه الله عز وجل. يعني إحنا أصلا الارتفاع والسفل والعلو إنما هو بأمر حسب وضع الإنسان، ولكن هناك سفل وعلو عند الله سبحانه وتعالى، والسفل ما قرب من المركز في الشيء الكروي، والعلو ما ابتعد عنه. لكن الظاهر من مجموع الأحاديث والآثار أن الأرضين السبع معناها ليست طبقات داخل هذه الأرض التي نعيش عليها، بل أراضي كرات أرضية أخرى. الله أعلم، الاختلاف في ذلك يعني موجود من كلام منذ زمن السلف، أن الأرضين السبع معناها سبع طبقات في الكرة الأرضية، أم أنها سبع كرات أرضية. ابن تيمية نقل الاتفاق على أن الأرض كالكرة، أن هذا قول السلف وأنه متفق عليه، ليس كالطبق كما يظن البعض، كما كان يظن الكفار في الأزمنة الماضية. وهذا أمر أصبح من الأمور المحسوسة وليس فقط من الأمور المستدل عليها ومع كونه اتفاق السلف كما ذكر شيخ الإسلام. فأما بالنسبة لمسألة سبع الأرضين فهي مسألة اجتهادية فعلا، لكن ظاهر كلام ابن عباس أن في كل أرض إبراهيم كآدم كآدم وإبراهيم كإبراهيم و يعني أنبياء كسائر الأنبياء، ظاهر هذا أن الأرضين الأخرى كذلك كرات كالكرة، وأن فيها سكانا وعمارا الله أعلم بهم. فلا مانع من وجود كرات أرضية في الكون الواسع، وكرتنا الأرضية بالنسبة إلى السماء الدنيا وما فوقها من سماوات، كل ما نراه هو السماء الدنيا، فبالنسبة إليها الأعلى والله أعلم. قال: وكذا قول من قال المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم
لأن الأرضين سبع طباق، هذا تأويل باطل أبطله العلماء، لأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئا من إقليم آخر، بخلاف طباق الأرض، طبقات الأرض يعني، أو أطباق الأرض. كلمة طباق دي إنها كأنها طبق يعني. يقول فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك، فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق، كأنه بيميل إنه إلى ترجيح أنها سبع إيه؟ طبقات. قال القاضي: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت، إنه بين 500 عام وحديث ضعيف، ولكن هو دليل على الانفصال يعني، على أن كل منها كالكرة كما ذكرنا. قال: أما التطويق المذكور فقالوا يحتمل أن معناه أنه يحمل، أنه يحمل مثله أو يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يجعل له، أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه، وده الظاهر، يطوق يعني يجعل طوقا في عنقه، يجعل الأرض نفسها طوق في عنقه، يكون مقيدا بها تقيدا فظيعا. ومن سبع أرضين هذا الشبر والأشبار المناظرة له في الأرضين الأخرى تجعل له كذلك. يقول: كما قال سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقيل معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه. وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه، كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه. وفي هذه الأحاديث تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته، وفيه إمكان غصب الأرض، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يتصور غصب الأرض، لا شك أن الأرض تغصب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، من ظلم قيد شبر، قيد شبر أي قال أي قدر شبر من الأرض، قيد يعني قدر. قال: وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما: منقبة له وقبول دعائه وجواز الدعاء على الظالم ومستدل أهل الفضل، يعني أهل الفضل يستدل على فضلهم بإجابة دعائهم. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفي إثبات كرامات الأولياء، لأن الله استجاب دعاءه كما دعا، حيث دعا أن يعمي الله بصرها ويجعل قبرها في دارها، فجعل الله ذلك بقدره عدلا منه سبحانه وتعالى وحكمة. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار، قال: حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. قال النووي: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. قال: أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته. واحد بيعمل طريق في أرضه، هو يختار ما يريد، والأفضل توسيعها، وليست هذه بالصورة وليست هذه الصورة بالمرادة في مرادة الحديث، مرادة بالحديث. وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع، هذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواليه من المواد ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين، يعني الطرق اللي موجودة في شوارع المسلمين بقيت كذلك منذ أزمنة طويلة، لا يجوز أن يأخذ أحد منها شيئا ولا أن يعتدي على جزء منها، يتقدم فيأخذ جزءا من الطريق ويجعله ملكا خاصا له، كالسكك الحديدية والشوارع المسلمين وغيرها، ويوجد من يأخذها دون إذن ويخص نفسه بها، وهذا لا يجوز كما ذكرنا، لأنها ملك عام للمسلمين
ومنفعة عامة لهم. قال أصحابنا: ومتى وجدنا جادة مستطرقة؟ طريق جاد يعني طريق مستطرق جعل طريقا ومسلكا مشروعا نافذا، حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال، انه يجوز ان يتخذ الناس طريقا بظاهر الحال من غير ان يستأذنوا احدا، ولا يعتبر مبتدأ مصيره مشاعا، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا. يعني كيف بدأ؟ أكان في ملك أحد وهو الذي جعله كذلك؟ نحن لا نحتاج إلى بحث، إلا من علمنا أنه كان في ملك أرض فلان فجعل جزءا منها طريقا. قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا، يعني بمجرد أن يتركه للناس طريقا فقد أوقفه للمسلمين. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون: هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان فيجعل طريقهم عرضه 7 أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلقيها. قال القاضي: هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث. فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. انتهى كتاب البيوع. و ما يحطش بسط على الطريق العام إذا كانت أرضهم الأصل. ها؟ لا، اللي بيحط سيارته قدام مكانه في الشارع دون أن يتملك هذا المكان منفعة في الطريق هي لمن سبق إليها. كل هذه المشاعات لمن سبق إليها فهو أحق بها، ولذلك لا يتملك المكان. جه واحد عمل فرشة في طريق ولم يضيق على الناس وباع واشترى، لا يمنع من ذلك، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به. جه هو سابه غيره يخدم، ليس له أن يبيع هذا الحق، مثلا زي ما أصحاب المحلات بيبيعوا الشارع اللي قدامهم، يقول له أجره لك بكذا عشان تفرش قدامي، هذا ليس من حقي، هذا طريق عام للمسلمين لا يحل أن يكون كذلك. نعم، الطريق الخاص جوه أرض ملكه ولم يوقفها بعد فهي ملكه، أوقفها وجعلها شارعا وطريقا للمسلمين فليس له أن يرجع. أقم الصلاة. أقم الصلاة.